تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 127 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 557 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 9 قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت 68,100 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 6,285 قضية تمونية بمضبوطات وزنت 1,331 طن و429 كيلو سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 9 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 16 طن و364 كيلو سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 1,121 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 134 طن و492 كيلو سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 75 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت 115 طن و42 كيلو سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 277,648 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 64,079 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2,153 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 102 سائقا منهم. كما تم المرور على 109 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 275 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 266 مركبة وتبين عدم وجود مركبات مخالفة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 417 سيارة و63 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 12,890 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 355 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 50,651 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 33,864,811 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 180 قضية، من بينها 121 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و59 قضية في مجال جرائم المطبوعات. تم خلالها ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من المطابع والمكتبات تعمل بدون ترخيص. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 58 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 85,625,122 جنيها.
وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 889 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,137,568,000 جنيه. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 4,991,616 مليون جنيه.